وبركاته، وأسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات. ينطلق على الهواء مباشرة في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء هذا الشوط الأول الرئيسي بسم الله وعلى بركة الله. ينطلق أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم شوط الشلفة الفضية، شوط المليون ونصف المليون على الهواء مباشرة رئيسي الجذاع والشوط المفتوح. أقوى أشواط الجذاع تتواجد فيه النوعيات، تتواجد فيه الأسماء القوية، حضرت أيضا وكذلك الشعارات، حضرت أيضا في هذا الشوط الصفقات المليونية في ليلة البارحة والمساومات قبل انطلاقة هذا الشوط. والهدف الشلفة، شلفة مهرجان الأمير الوالد في هذا المهرجان الغالي علينا جميعا كأبناء الخليج، مهرجان يحمل اسم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. غالي هذا المهرجان، غالي اسم هذا المهرجان، غالية رموز المهرجان على أبناء قطر وأبناء الخليج. مقدمة الشوط ومن تفتتح النداء وتفتتح الإذاعة، حضور حضرت حضور وحضر محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي أحد الأسماء القوية، أحد المشاركين والرجال الأعمال الذين دخلوا في هذا المجال في هذا العام، ودخل قويا بهذه الأسماء بانتزاعه للأشواط في السباقات الماضية، وهذه إحدى الصفقات المبرمة. أخيرا نتمنى له التوفيق في هذا العالم القوي، في هذا العالم الساحر. المركز الثاني تصل انتباه، تصل انتباه، تعود ملكيتها لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مطر بن مرخال الكتبي، يقدم انتباه على المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث، من الواصلة، من القادمة؟ وصلت في هذه اللحظات غلا جابر بن راشد بن محمد الخيارين مقدما غلا في الشوط الرئيسي أقوى أشواط الجذاع، حيث القوة وحيث الإمتاع، حيث الندية، حيث الإثارة التي حضرت في هذا المهرجان من بداية انطلاقته إلى هذه اللحظة. ننتقل للمركز الثالث، وصلت لشا عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني أحد الأسماء القوية، شعار السيف في مهرجان المؤسس يحضر في هذا المساء. بينما المركز الرابع تقدمت البارعة، تحركت البارعة، تسللت البارعة على المركز الخامس في هذه اللحظات البارعة لحمد بن راشد بن سعيد بن راية البريس على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، العودة إلى حضور، الله يزين اللي حضرت، غطت على كل الحضور. هذه حضور بن حطاب الكعبي على الكادر الفوقاني، جرت هذا الشوط جر. بينما المركز الثاني انتباه اللي تشعر وتلفت عناية السادة المشاركين بأنها متواجدة في الشوط المفتوح لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي أحد الأسماء القوية، حاز على رمز في مساء البارحة. بينما المركز الثالث من تصل وتتقدم في هذه اللحظات لشا لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، يقدم لشا. بينما البارعة تسللت وانطلقت، البارعة على المركز الرابع تسللت إلى المركز الثالث، حمد بن راشد بن راية يقدم البارعة على المركز الثالث في هذه اللحظات. ارصد للمركز الرابع، وصلت فيه بغداد، مرحبا ببغداد، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يقدم بغداد في المركز الرابع. بينما التسلل في هذه اللحظات يا سلام اللي في المركز الخامس، وانتقلت إلى الرابع خطر عبيد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، يصل المجازف، يصل المجازف مع أبناء منازف وتنتصف المسافة. مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم، الشلفة في الشوط المفتوح أين تتجه؟ هل تمسي في ميدان الشحانية أم تغادر إلى الأشقاء في الدول والميادين الخليجية؟ العودة إلى مقدمة الشوط، ما زال محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي يقدم لنا حضور وحضرت حضور بأبهى حلة،
أجمل صورة في هذا الشوط المفتوح بقيادة ومتابعة زايد بن سعيد بن لجمع الخيارين، أحد الشباب المميزين في عالم التضمير. بينما المركز الثاني انتباه بن مرخان، انتباه صعب المضمرين على المركز الثاني. الشلفة يا مضمرين، نقترب من الشلفة، نقترب من الشلفة الغالية في مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، يحفظه الله ويرعاه. وإضافة إلى الشلفة 1.5 مليون، كل الأسماء المرشحة حضرت، كل الشعارات القوية تواجدت في الشوط المفتوح. أقوى الأشواط واعتاها في هذا المساء، شوط الجداع الرئيسي. المركز الثالث البارعة حمد بن راشد بن سعيد بن راية تقترب من الشلفة من خلال انطلاقتها في المركز الرابع أو الثالث، بينما المركز الرابع وصلت لشا عبد الهادي بن خليل الشهواني، يقدم لشا على المركز الرابع يا أبو خليل. بينما المركز الخامس، يلا يا الجنرال على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تحرك الشعار عبيد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، عبيد بن زيتون المهيري على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، ونقترب من 1500 متر الأخيرة عن الشلفة، عن الناموس. ما زالت المقدمة مع حضور بن حطاب، قامت راس يا بن حطاب، قامت راس وتواصل هذا الإبداع وتواصل هذا التألق على ميدانها وما بين جماهيرها. محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي، من دخل في عالم أيضا ملكية الهجن في هذا العام ودخل قويا، والبقاء في هذه الرياضة طبعا للأقوى، البقاء للنوعيات القوية، البقاء للنوعيات المميزة، للسلالات، معركة السلالات، معركة الأصايل، كيلو ونصف الكيلو. ما زالت حضور تستميت على الشلفة، تستميت على إبقائها في ميدان الشحانية. ولكن صعب المضمرين، ولكن صعب المضمرين، صعب المضمرين يبحث عن الرمز الثاني لهذا الشعار في هذا المهرجان القوي. يصل بالراية رافعا راية التهديد، طامعا بالشلفة، طامعا بالمليون ونصف، طامعا بالناموس. أبناء المملكة مع المركز الثالث تصل لحمد بن راشد بن سعيد بن راية، قادمة لا محالة. صعب المضمرين غير الشعار في هذه اللحظات، خطف الشلفة مع الكيلومتر الأخير، ولكن عادت حضور. يا سلام يا بن حطاب، محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي، قامت راس وما زالت العصا قوس، وما زال الانطلاق ذاتي. تحركت حضور، انطلقت حضور، وانطلقت البارعة، انطلق شعار بالراية. يصل الشنجل، يصل الشنجل، تصل البويضة، تصل البويضة، تصل في هذه اللحظات، يصل المهيب والشعار المهيب، يصل المهيب مع البويضة. ولكن البارعة برعت في الشلفة، ولكن البارعة استماتت في الشلفة، ولكن البارعة حضرت في الشلفة، وتحرك الشعار بن حطاب، تحركت بلشة، وصل أو المسند، يصل مع بلشة الأنيق. ناصر بن عبد الله المسند، ملك السيوف قادم. البارعة ما زالت مع الشلفة والمليون ورص، شلفة الجداع المفتوح، مهرجان الأمير الوالد. أين تتجه الشلفة؟ أبناء الشحانية، ممثل الخور، ممثل أبناء قطر في كل الميادين. ملك السيوف، ملك الرموز. بلشة وعادت البارعة مرة أخرى، البارعة وبلشة. يا سلام البارعة بالراية، يبرع في هذا الشوط. الشلفة يبدع بالراية، الشلفة مع البارعة. سلام يا البارعة، سلام. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن سعيد البريس على انتزاع الشلفة وعلى انتزاع المليون ونصف وعلى انتزاع الشوط المفتوح. تهانينا والناموس لمالك البارعة حمد بن راشد بن سعيد البريس. تهانينا والناموس المركز الثاني بلشة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث شقرة لمحمد بن ناصر بن حطاب الكعبي. المركز الرابع خطر لعبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس الكايدة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. تهانينا والناموس للفائزين، وتهانينا لمالك البارعة حمد بن راشد بن راية المري. حمد
بن راشد بن سعيد بن راية المري، تهانينا والناموس على انتزاع الشلفة وعلى انتزاع المليون ونصف المليون في الشوط المفتوح الشوط الرئيسي أقوى أشواط الجذاع. شهدنا أيضا إثارة وشهدنا ندية وشهدنا منافسة حتى خط النهاية، وبالراية هو من حمل هذه الشلفة وراية المركز الأول وراية الانتصار وراية الناموس. فتهانينا القلبية نزفها على الهواء مباشرة لحمد بن راشد بن راية بن سعيد آل بريس. إذن تهانينا وناموس لأبناء ميدان الجزيرة وميدان السيح على انتزاع الشلفة في هذا الشوط المفتوح، والتهاني للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. تهانينا على انتزاع الشلفة وعلى انتزاع هذا الرمز الغالي. إذن تهانينا والناموس. التوقيت الزمني، نشوف التوقيت الزمني 8 دقائق او تنكسر وينكسر حاجز 9 دقائق 8 دقائق و59 ثانية 84 جزء من الثانية. التهاني والناموس لبن راية مالك البارع حمد بن راشد بن سعيد آل بريص المري. تهانينا يا العالمي. المركز الثاني اللي وصلت بلشه قطعت المسافة في 9 دقائق دون ثواني 10 أجزاء من الثانية. تهانينا لملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهانينا يا أبو عبد الله على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث عند بن حطاب عند الضبي تقريبا أو شقرة. شقرة قطعت المسافة في 9 دقائق 3 ثواني 16 جزءا من الثانية. تهاني وناموس لمحمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. تهانينا وناموس لكل الفائزين. تتواصل الأشواط الرئيسية شوط القعدان المفتوح.